اهلا وسهلا بكم الناس الكل موجودين في احد نزل الخاصه بولايه المنسير ونوصل صوتنا في تونس العاصمه ولا في ولايه القيروان كالعاده سونتي 5.5 على راديو الحياه اف ام اذاعه تونس للصحه. نكون موجودين في اهم المؤتمرات العالميه من المؤتمرات العالميه اللي موجودين فيها احنا اليوم ايام 21 للصيادله بالوسط صحيح ولكن بمشاركه وطنيه. وسعيد جدا بحواري مع دكتور نبيل شوشين استاذ في الصيدله متميز. دكتور اهلا وسهلا. مرحبا بك. سي لو رونديفو دي فارم معناتها هذا ملتقى الصيادله في تونس. ملتقى الصيادله مش ملتقى صيادله الأرض الوسط. تونس الوطني. تونس الكل. تونس الكل. صحيح. وهذا زاد ملتقى علمي. ملتقى علمي. حابين ناخذوا فكره ساعه حول لي تيم اللي اختاروهم سني كيما لي زاتولي كيما لي كونفيرونس. الملتقى العلمي يتقسم اليومين. اليوم الأول اللي هو نهار اليوم يوم الجمعة فيه خاصة ديزاتيليي دو فارماسي اللي الهدف نتاعهم هي التكوين المستمر للصيادلة. هذه الأهداف نتاعنا بالخاص في المهنة. واللي فيما يخص ليزاتيلي هذوما التيم اللي قاعدين ندرجوا فيهم في ليزاتيلي هما خاصة التفاعل الدوائي عند خاطر عند وصف الدواء. فما عديد الأحيان خلط بين الأدوية تبدا قائمة مش خلط الأدوية لكن نجم يكون المريض عنده زوز وصفات طبية ثلاثة وصفات طبية وينجم ما بين الوصفة والوصفة يصير تفاعل كمية تفاعل بين الأدوية ولذا هو في الواجب الصيدلي باش يكون متحضر للشيء هذية ويتوقع إمكانية في تفاعل أدوية ممنوعة ولا هو في القليل من الأحيان اللي يصير الشيء هذية. لكن من الحظر الدوائي بالنسبة للصيدلي يجب يكون متفطن للأشياء هذية باش خاطر مش كل تفاعل هو زاد مضر. نجم يكون متفاعل يكون فيه جدوى لكن الطبيب وقت عمل الاسوسياسيون هذه ولا تجميع بيناتهم عنده هدف هذيك باش يكون جدوى في التفاعل نتاعهم. هذا في مخص الاتولي الاول. الاتولي الثاني درجه مخص امراض ولا مرض الضغط الدم والاشتياء لا بريزون شارج مالادي بيرتوندو كيفيه التعامل مع مريض ارتفاع ضغط الدم. ياك صح. التعامل معه مش وتعامل برك هو التواصل معه وتثقيف نتاعه في مخص المرض نتاعه وفي مخص استعمال الدواء اللي يخص والجديد في استعمالات الدوائر هذه في مخص ضغط الدم باش يكون الصيدلي مواكب ديما الاحداث والتطورات اللي تصير في نطاق الأدوية. اللاتيلي الثالث اللي هو زاد عنده جدوى كبيرة ياسر اللي هو خص تعفنات الجرثومية اللي تصير خاصة في المجاري البولية كنا بالي زانفكسيون اورينير اللي هي ما مش مرض أمراض اللي هي موجودة بصفة نجموش نقول مكثفة ما قاعدة تتواصل لكن فيها في عند استعمال الدويات ولا في استعمال الدواء ماهوش مطابق للتعفن هذاك يصير ينجم يكون تعكرات بالنسبة للمريض. احنا بالنسبة للصيدلي ولا البيولوجي اللي هما بتعاون مع الطبيب زاد تفاعلات معهم الثلاثة يصير تفاعل ما بين الأطراف الثلاثة باش يكون المضاد الحيوي المجدي لو ميور لو بلوز ادابتي اللي هو باش نحاولوا نقاوموا فما مشكله كبيره اللي قاعدين نقاوموا فيها في الوضع الحالي هو الريزيستانس يعطيك الصحه مقاومه الدم باش يقاوم الانتيبيوتيك لا هي الجراثيم اللي تقاوم في الانتيبيوتيك اللي هي ولات ذكيه دو بلوز اون بلوس وقاعده تقاوم في المضادات الحيويه اللي نعطيو فيها ولذا احنا نحاولوا نعطيو المضاد الحيوي المناسب يعطيك الصحه باش يكون اي باش نفطنوا لاي تعكرات ممكن بصفه عامه. دكتور خلجي بروفيت سيت بارونتيز الفارماسيان في تونس
قاعد يتعامل مع الاستهلاك المفرط للانتيبيوتيك للتوانسة، ظهر لي ثانيين في العالم بعد تركيا ولا أرجنتين. هذا كان في بيه هذه ظاهرة قوية قاعد نشوفه فيها، لكن تو مع التثقيف والتكوين المستمر، التثقيف الصحي والتكوين المواطن بالأخص، خاطر المواطن ولا هو زاد عنصر فاعل في الحكاية هذه، اللي هو كان يكون سبب كبير في تكاثر المقاومة المضادات الحيوية. ولذا احنا اترافير ولا عن طريق التكوين ولا الصحي للمواطن ولا التثقيف الصحي للمواطن، نحاولوا باش يتفهم اكثر اكثر، باش يبعد اكثر ما يلزم ولا يبتعد عن التداوي الذاتي بالمضادات الحيويه، اللي هي حاجه لازم تكون خطيره ولازم تضمحل. ما عادش امكان توا تداوي ذاتي بالمضادات الحيويه. ما عادش، انا مره طبيب قال لي راهو بالريتم هذايا ديسي 2050 حتى انتيبيوتيك ما يمشي ضالي مع توانسة بريتم باش يقعدوا كونسوميو. معناتها تيتر ديكزامبل كونسوميو ونستهلكوا بالصفه الكبيره ونوفرتها. هذا موجود، واحنا ان شاء الله بقدرة الله زاد مع تفاعل مع الصيادله ومع الاطباء باش نوصلوا للحل الاجدل، واللي في برنامج كبير على النطاق الوطني. في دكتور قبل ما نختم انا معك، دونك لنا لازم يفهموا الناس الكل خاصه مع الكورونا، فارماسيان ماهوش جوستك الانسان اللي باش يمد له لوردونونس نتاعك ويمد لك مجموعه الادويه، راهو يقدم في خدمات ومعارف ونصايح اكثر من هك. لو فارماسيان ولا الصيدلي الصيدلاني هو عضو فاعل وفي الحلقه الصحيه في النظام الصحي الكامل. في النظام الصحي كامل ما نجموش نلاحظوا، لاحظنا حتى في الفترة الأخرانية السنوات الأخرانية في الكوفيد، اللي الصيدلي كان عنده فاعل كبير، هو مش كان في الكوفيد لكن في جميع الحالات ولا في جميع الوصفات الطبية ولا جميع وصف الدواء ولا في جميع حالات التداخل مع المريض وقت اللي يجي هو يطلب نصيحة من الصيدلي، اللي هو أنا نقولها حاجة وكأستاذ، اللي الصيدلية هو الفضاء الوحيد المفتوح للعموم من غير موعد. اللي نجم يتقبل فيه كل تثقيف كل تثقيف وكل نصائح باستعمالات الدواء ولا نصائح في تداوي عديد الامراض. استاذ في الصيدله المتميز دكتور نبيل شوشين، جرون ميرسي بور الانترفيو، ورئيس جمعيه تونسيه للصيدله السريريه، ورئيس الجمعيه التونسيه للصيدله السريريه، جرون ميرسي بور الانترفيو. تلقوا شويه اخرى على الباج اوفيسيال فيسبوك لراديو الحياه تفهم.